يتهيأ السائقون العموميون المنتمون للنقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان التي يرأسها مروان فياض لإضراب يوم الأربعاء بسبب عدم تجاوب الحكومة والوزراء مع مطالبهم. بعد مراجعة المسؤولين بدأ من رأس الهرم فخامة الرئيس، طلبنا من موعد، طلبنا موعد من دولة رئيس الحكومة، طلبنا موعد من وزير النقل، طلبنا موعد من وزير الداخلية، من وزير العمل، لهلا ما في حدا من المسؤولين كلف حاله يعطي موعد. رفع تعرفة السيرفيس من القرارات المتخذة بدءا من الخميس، وفيما إذا كانت قانونية. نحن طلبنا موعد من وزير النقل، ما لحد الآن ما في أي جواب. أكيد نحن بال2000 ليرة ما حنقدر نمشي، لأنه نحن جزء من الشعب اللبناني. وبحسب فياض فإن التعرفة لا تزال 2000 ليرة لبنانية للسيرفيس منذ بلوغ البنزين 20,000 ليرة لبنانية. إذن بدءا من الخميس 18 من الشهر الحالي سترتفع تعرفة السيرفيس من 2000 إلى 2500 ليرة، وتعرفة الفانات والبساط من 1000 إلى 1500 ليرة لبنانية، وذلك حسب النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان. السائقون المنتمون لهذه النقابة أكدوا التزامهم بالإضراب. إذا بده يضل البنزين مثل ما هو أكيد بدنا نرفع السعر، لأنه ما بقى فينا نتحمل. شو عم نشتغل صخرة، عم نشتغل قلول. ما في حل خي، بلد واقف على شفير الهاوية، بلد أنجأ يتثبت جريه، يعني عم بصير أساس أكبر من هيك. رديات البنزين دفعوا لنا دفعة وحدة منهم، في بعد دفعتين من 2011 ومصروفين من صندوق المالية، حكية من مدي عبد الأمير ناجدي إنه مصريات مصروفين. طيب ليه ما بدفعونا هني؟ ورغم إجماع النقابات على المطالب نفسها، إلا أن هذا الإضراب غير ملتزم به اتحاد النقل البري برئاسة عبد الأمير ناجدي. أولا نحن لسنا معرفة الأسعار، تعرفة النقل نحن مستمرين فيها لأنه مقدمين بتعرفة لوزير الأشغال العامة والنقل لتحديد سعر إذا بده ظل أسعار البنزين بهذا الارتفاع، وهذه مش من مصلحتنا، مش نحن اللي بنعمل هذه التعرفة، بيعملها وزير الأشغال العامة والنقل. فأمام هذا الواقع فوجئنا بهذا الإضراب اللي بيعلنه مروان، من حقه يعلن الإضراب، يعني ما حدا عم بيقول لا إنه ما يقدر، بس ولكن في مفاوضات نحن بتنتهي واعطينا مهلة للحكومة شهر تنتهي ب 22 هذا الشهر. أما في حال لم تتجاوب الحكومة فسيكون هناك إضراب عام تحذيري للاتحاد، ومن ثم يتم اتخاذ الخطوات التصعيدية.